مجالش الواحد يشد على عيل في السن ده يطلع يعمل لنا مصيبه. يعني انت شايف ان سليم بريء يا حسام بيه؟ انا مش مجرد شايف، انا متاكد. وتايسون اخباره ايه؟ انا عرفت ان تايسون وقع مع الامين زناتي بقالهم كام يوم. بس سعادتك يعني الامين زناتي بيروح لتايسون في الغرزه اللي بيحشش فيها؟ قدامك 3 ايام، لا قدامك يومين يا زناتي، ويجي لي نص مليون جنيه. يا الا والله العظيم ثلاثه هطلع مصلحتي بمعرفتي وانت مش عارف. يا جدع بطل غشوميه، امال فلوس ايه اللي عايزها من لطفي ابو المجد؟ وبعدين الراجل ماله من الحوار اصلا؟ بالظبط اتغش مع الواد مات في ايده، قلنا نلبسها له بالاصول. يبقى انتوا يابا مش ناويين تدفعوا. عموما اهل الظابط موجودين، واكيد مش هيستخسروا في الواد مبلغ زي ده عشان يطلع من اللي هو فيه. نص مليون قرد لما يتنططوا على دماغك انت وهو. موضوع الظابط ده شيلتك انت، وشهاده تايسون كان عشان ينقذ رقبتك انت، ما يخصنيش لا انا ولا ابني. حماد انا مشيت معاك في الموضوع ده لان كان ليا مصلحه، ومصلحتي اتقضت، وعايزك تتعلم تعمل نفس الحاجه. جاهز. وديني الغرزه اللي بيقعد فيها حماده تايسون. سكه ابو زيد كلها مسالك يا باشا، وانا عايز زي تايسون ده اعرف سكته ازاي. عايزين احنا ناخد منك كلمتين بطيره قبل ما الدنيا تتلم علينا. يا نهار اسود، قلنا ايه بستين نيله؟ حاسب يا سليم ايه؟ احنا ظباط مباحث، ما بننجمش نشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في الاسم لحد ما مات، وبرضه الأدلة اللي عندي بتقول إن هو اللي قتل تايسون. تايسون مات عشان كان لازم يخلصوا منه عشان بقى خطر عليهم. وقف مراقبة صلاح الطوخ، أنا عرفت اللي أنا عايز أعرفه. ملوش لازمة باللي تفكر فيه. أنت عايز 3 4 خطوات عشان توصل للدرج وتاخد الطبنجة وتشد أجزاء. وأكيد مش هسيبك تعمل كده وأتفرج عليك. لو كنت متخيل إن هسيبك تدخل بيتي وتخرج منه عادي يا سليم. الموت عندي أهون من إن حاجة زي دي تحصل لي. أعتبره حصل. اعتبره حصل عشان ما ندمش احنا الاثنين. انت اللي هتندم على كل اللي عملته. وكونك اتهجمت عليا في بيتي ورفعت عليا السلاح، لا هتدفع ثمنه غالي قوي، زي ما هتدفع ثمن كل جرايمك اللي انت عملتها. انا يمكن جرات اللي دخلت بيتك، بس انت ما سبتنيش حل تاني. لكن البلاوي اللي انت بتقول عليها دي انا بريء منها. اقعد واسمع عشان تشوف الحقيقه بعينيك. حقيقتي اللي بتتكلم عنها يا سليم، انا لسه راجع دلوقتي من الغرزه اللي انت قتلت فيها تايسون، لسه مخلص كلامي مع الولد الشاهد اللي شافك واللي سمع كل اللي كانوا معاك وهما بيندهولك باسمك. انا فعلا رحت الغرزه، بس عبل ما وصلت لقيته كان ميت. حلوة نظرية المؤامرة دي، العالم كله بيتآمر عليك. بص يا سليم، إذا كنت جاي مخصوص عشان تحكي لي الكلمتين دول فمالهمش لازمة، شوف لك سكة تانية. ما تفكر معايا صلاح بيه، هو أنا ليه ممكن أقتل تايسون؟ أنا ما أفكرش، أنا أسأل، أنت ليه قتلته؟ أنا ما قتلتوش. أمال مين اللي قتله؟ اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد، وهما كمان اللي زقوا تايسون عليا عشان يشهد زور. رجعنا تاني للافلام الامريكاني. طب اقول لك ايه يا صلاح بيه؟ تعال نرجع كده للحكايه من اولها. مين اللي خبط ندى بالعربيه وزياد صوره؟ ابن لطفي ابو المجد. والورق ده بيقول كده. وفي ايه الورق ده؟ لطفي ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنه ساعه الحادثه، صح؟ ايوه. كل الشهود اثبتوا كده. كل دول كذابين. تليفونات تامر بتقول ان هو ساعه الحادثه كان موجود. وبعديها بشويه طلع على البيت، بعدين على العين السخنه. يعني تامر طلع على العين السخنه بعد الحادثه مش قبليها. بس ده مش دليل على ان هو اللي خبطها. بس ده دليل ان هم بيكذبوا. ليه هيكذبوا لو هم مش عاملين حاجه غلط وماشيين في السليم؟ وليه هيجيبوا شهود يشهدوا ان تامر كان في العين السخنه ساعه الحادثه؟ مش يمكن خايفين منك؟ وانك مهددهم بانك ممكن تاخد ابنهم لو ما خدتش منهم رشوه؟ انا مش فاهم انت ليه مصر تطلعني شيطان؟ لانك فعلا شيطان الحكايه دي. ماشي يا سيدي انا شيطان. بس خليني اكمل لك الحكايه. لطفي بعد الحادثه كلم حماد اللي كان عند تميم ساعتها. بعد ما راح له كلمه نشأت عشان يجي لهم. يعني هما الثلاثه ما كانوا صارين عند لطفي زي ما قالوا. لسه ما جمعتش برضو الكلام؟ انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه؟ وبعدين كل الحاجات اللي انت بتقولها دي لا هي جريمه ولا دليل ادانه ولا اي حاجه من الحاجات دي. ايه علاقتها بالقضيه؟ انا ايه علاقتي بيها؟ يا صلاح بيه ما تغمضش عينك على الحقيقه وسيبنا كمل. بعد ما نزلت من عندهم كلموا الامين زناتي وراح لهم. ايه اللي هيخلي زناتي يروح لهم في وقت متاخر زي ده؟ وتليفوناته بتقول ان هو نزل من عندهم وراح على اسمه. وفضل يكلم رفاعي اللي كان نبطش ليلتها معاه. وبرضه قعد يكلم لطفي وحماد كذا مره، بيكلمهم ليه؟ انت جبت الورق ده منين؟
الورق ده ما يخرجش غير باذن النيابه. فريده صح؟ انا مش مصدق ان هو ده اللي شغلك وحبل مشنقه ملفوف حوالين رقبتي. لو شغلك اول ورقه جبته منين تقدر تجيب اذن النيابه وتجيب زيه. على فكره تلاقيه هو بالظبط. طيب ما هي سهله اهي. طب ما هتيجي معايا نروح المكتب عندي نشرب فنجانين قهوه وتقول كل الكلام ده ويبقى في محضر رسمي. مش هيحصل. انا مش هاجي تحت ايديكوا تاني. انا اديتك اول خيط عشان تجيب براءتي. لما تجيب لي براءتي اقشر معاك القهوه. واسف لو دخلت بيتك من غير استئذان. خلينا نفهم ايه اللي حصل. مين قال بس يا حاج ان اللي قتلته؟ انت فاكرني عشمان ولا ايه؟ امال مات ازاي يا زناتي؟ قدره يا متر. انا اعترض على قدر ربنا كمان. يعني ايه؟ مات باسم قلبيه وحط امك؟ انت مش تسال انه اتقتل؟ اتقتل يا حاج، بس ورحمه امي ما مديت ايدي عليه، انا مديت دماغي بس. ما بطل الحركتين بتوعك دول يالا وتخلصنا. ايه؟ وليه؟ ليه؟ ما يعمل علينا حواديت، ما هو واطي وتمكن لازم يلعب بينا. شكرا يا حاج، انا برضه حاج، ده انا حبيبك. خلص يا زناتي خلص. مفيش، من يومين كده كان عندنا كبسه محترمه في المنطقه مسكنا فيها ابن المعلم شحت دبور بتاع الجياره. كان جاي يسلم بضاعه لعيال في المنطقه ومنهم تايسون، وزي ما تقول كده ابن المعلم شحت ده بقى اصغر عياله. الحيله يعني. ما تخلص يا انت تحت حواديت. المهم بقى محسوبك بقى هو اللي كان جاب الاخبارين الواد نزل المنطقه. الشهاده اللي انا ما كانش في دماغي حاجه، انا كل اللي كنت عايز اعمله ان اعمل نمره حلوه كده بعد الغلوشه اللي عملها سليم الله يكحمه مطرح ما راح. ما طول الجروح في يا حاج. مالك يا حاج ما تطول بالك؟ امال بقيت حماك كده ليه طول عمرك بالك طويل؟ المهم لما تايسون قال عقله رحت مسرب للمعلم شحته ان هو اللي مسلم ابنه. الراجل يا ولد اتجنن لان ابنه لابس قضيه ايه مزيكا اقل ما فيها 10 سنين. يعني شحته الدبور هو اللي معذور؟ ما الراجل يا ولد قلبه محروق على ابنه من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه اتهزق في السوق. يعني لو ما عملش نمرة زي دي مش هيعرف يرفع عينه في حد تاني ولا يشتغل الشغلانة دي من أساسه. قام المعلم شحت بعت رجالته ذبحوا تايسون عشان يشفي غليله، بس احنا مالناش فيه. ربك يعمل ايه؟ يروح باعت سليم ورا تايسون فيلبس هو التهمة ويغرز أكتر ما هو غارز. ربك بالمنكسرين جابر. يا الشياطين. ليه بس يا عم الحاج؟ الحق عليا أنا ريحتك من الواد، وكمان غرزت لك سليم أكتر ما هو غارز، ورحمتك من نص مليون جنيه اللي كان هيلفهم في كرشه. إلا بالحق يا حاج، جبت لي الفلوس اللي اتفقنا عليها ولا لا؟ ادخل هات لي قهوة. مساء الخير يا باشا. أهلا وليد. إيه ده؟ ده التقرير بتاع شركة المحمول؟ يا فندم، سعادتك مش عارف أنا تعبت قد إيه عشان أجيبه لك بالسرعة دي. مش ناوي يا فندم سعادتك تقول لي إيه علاقة الورق ده بالقضية؟ حلوة قوي. الورق مطابق تماما. نعم يا فندم. قول لي يا وليد، تعرف لطفة والمجد ده ساكن فين؟ تفتكر يا سليم بصلاح باشا ده هيصدق كلامك؟ والله انا عملت اللي عليا وحطيته على الطريق، مش هفضل بعد مستنيه، انا هفضل مكمل زي ما انا. لو نكمل فين سعادتك؟ احنا لسه واقعين في المصيبة بتاعت تايسون اللي مات ده. قول له النبي استحوذه، ده انا اعصابي بايظه لحد دلوقتي. ما لازم افضل وراهم لحد ما اوصل لحاجه. تايسون مات في 60 داهية، بس لسه في اللي عايش اللي نلعب معاه. تقصد سعادتك زناتي؟ زناتي ده شطان، عشان كده انا سايبه هو لطفي لصلاح. لكن في رفاعي، الواد ده خفيف وممكن نطلع منه بحاجه. هام استنى انت يا هام. حاضر يا اخويا. معلش يا باشا استاذنك، يعني ممكن تتداروا عقبال ما اشوف مين على الباب بعد اذنك. يعني يا مسعد. والله يا حماد ما انا عارف اخرتها ايه مع ابن الصرمه ده.
تعال يا سيدي، رميت له الفلوس اللي كان عايزها حرب ونار في جتته. لا لا لسه لسه، ده لسه عايز نص مليون جنيه كمان. نعم طبعا، انت خسران حاجه وانا اللي بكوع. لا والله حماد، والله ابتديت اقلق، الوحله زادت حواليا والدم كتر قوي. طيب سلام سلام، هكلمك تاني. طب ادخل. في ايه يا ابو زليخس؟ ابو عز يا حاج، في ظابط عايزك بره. ظابط؟ ظابط مين ده وعايز ايه؟ مساء الخير يا حاج لطفي، صلاح التوخي من التفتيش. عمر يا حبيبي. ايه يا عمنا، انت نايم ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، انت عامل ايه؟ اصل كنت معدي في الحته كده، قلت اطلع اسلم على عمي وعم عيالي. حبيبي تنور، اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك، بقالي فتره ما شفتكش، من ساعه ما رحت انا وانت للظابط صاحبك ده اللي طلع قتل وقتله. ده كان هيبقى حته مغرز. مغرز سعيد. لا 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 مفيش حاجه يا سيدي. لا لا ده بقول لك على حاجه، احنا ننزل بقى نتكل على الله نتغدى كده وناكل لقمه. لا نتغدى ايه، لا لسه نشرب حاجه الاول، يعني نشرب حاجه وبعد كده نتغدى. لا لا يا راجل، مهمك تشرب ايه، ده احنا ننزل نتغدى في احلى حته يا عم. والله مرضى اكلفك على ده كلام. لا لا استنى بس، انا غريب يا عم هودة، والله ما ينفع الكلام ده. ما قلتليش يا حاج لطفي، انت ايه رايك في الكلام اللي اتقال؟ تاخذنيش يا باشا الكلام ايه؟ ساعتك يعني من ساعة ما جيت وانت عمال تتكلم قلت كلام كتير قوي، انهي كلام فيهم بالظبط؟ اه صحيح عندك حق. نقول تاني، الكلام اللي بخصوص تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنة وقت وقوع الحادث، مع انه تقرير شركة الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهرة وقت وقوع الحادث وفي نفس المكان، وانه راح العين السخنة بعد الحادثة تقريبا بساعتين. على فكرة انت عندك فكرة يا حاج ان الشهادة الزور جناية؟ حد الله، حد الله يا باشا، بينه وبين الشهادة الزور. امال الرشوة اللي راحت للشهود اللي قالوا ان ابنك كان في العين السخنة كانت من باب ايه؟ شوف يا باشا، مع اننا الحمد لله ناس معروفين في حتتنا وخيرنا على الكل، واي حد في الحتة هنا يبقى عايز يجاملنا، الا اني عايز اسأل سعادتك سؤال صغير كده، مين اللي قال لسعادتك ان في حد شهد زور؟ بطل استعباط يا لطفي، التقرير بتاع شركة الموبايل بيقول كده. بس التقرير اللي مع سعادتك ده بيقول ان المحمول هو اللي كان هنا، ما قالش ان الواد هو اللي كان هنا. يعني ايه مش فاهم؟ الحكاية وما فيها ان الواد ابني ضيع المحمول بتاعه، عيال مستهترة مش حاسة بقيمة القرش، الجين ده كله كده يا باشا. الواد ابني بقى ده يزيد عن جيله ان امه منلعها على الاخر، لانه ولد وحيد على بنات يعني. وسعادتك عندك ولد؟ ليك في حالك يا لطفي. صحيح. طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا احنا بقى يا باشا، ربنا هدانا ولقينا الموبايل، نعمل ايه؟ قومنا واحد بعربيه مخصوص ودى الموبايل للولد لغايه العين السخنه، ما انت عارف سعادتك الجيل ده ما يقدرش يعيش دقيقه واحده من غير الهباب ده، اهو اشي نت واشي شات واشي واتساب، عيال بايظه بعيد عنك. يعني انتوا الموبايل ضاع ولقيتوه؟ حلال، والحلال ما بيضيعش يا باشا. بس سعادتك مش هتصدق احنا لقينا ازاي. اه صحيح ازاي؟ الواد زناتي الامين اللي شغال مع حضراتكم في الداخليه، ما هو من عندنا من حته، واد جدع وراجل وخدوم، هو اللي اتصرف ولقينا الموبايل. حتى سعادتك لو رجعت يعني الاوراق اللي مع سعادتك هتلاقينا متكلمين كتير الليله دي. بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل عين السخنه. ما انا فوت سعادتك في الكلام، الواد زناتي ده مع انه من حتتنا وجدع وخدوم وكده، الا انه زنان زن النحل، قاعد يزن عليا قال ايه عشان يضمن حلاوه رجوع المحمود. شفت سعادتك بقى، الحكايه بسيطه وسهله ازاي، لا فيها رشوه ولا شهاده زور ولا اي حاجه من سعادتك قلتها. بس الحقيقه يا باشا اللي محيرني يعني هو سر زياره سعادتك ليا دلوقتي. يعني انتوا سايبين الظابط بتاعك وهربان وشغلين نفسكم بمين بيكلم مين؟ هو من امتى يا باشا مكالمات التليفون بقت تهمه؟ احنا مش سايبين الظابط بتاعنا هربان يا حاج لطفي، وهنجيبه قريب قوي. الحكايه كلها ان احنا بنحقق عشان نوصل للحقيقه. الحقيقه باينه قدام سعادتك هي زي الشمس. اسره، في حاجه تانيه يا باشا اقدر اقدمها لسعادتك.
جرى ايه يا مسعد يا جدع؟ داخل شاطح ناطح ايه يا جدع؟ اصبر كده، بقول لك انت والدتك بنت حلال وده عيالك يا اخي. انا نفسي كانت هفاني على لحمه راس وسمين، اسال نفسي مين يجي ياكل معايا اللقمه الحلوه دي؟ سبحان الله لقيتك انت بتخبط يا جدع، خليك معايا، تخبط على الباب، هنقعد بقى ناكل لحمه راس وسمين وتاكل الجوهره اللي انت بتحبها، وتاكل كمان اللسان اقسمه لك على شفتين، نخلص اللقمه دي نقعد عليها ونشرب الشاي وتضرب المعسل. الواد ده شافنا حوده. والله سعادتك سليم بيه، الواد مسعد ده واد عامل مشاكل كتير في المنطقه، وعشان كده سابها وراح منطقه تانية. تحس كده ان واد بارد وحشري. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم الاعتراض على امرك يا رب. هو احنا ناقصين؟ مش كفايه البلاوي اللي عماله تتحدف علينا زي النطر؟ لا هو مش بس كده، ده كمان رطرات بالكلام. وكمان رطرات؟ قصدي يعني سعادتك ان الواد ده لو كان خد باله من حاجه ما كانش سكت، بس برضه الاحتياط واجب. صح، عندك حق. طب والعامل يا سليم بيه؟ احنا لسه ما فوقناش من البلوة بتاعة تايسون. بقول لك يا سليم بيه، يعني انا لما اوظف في حاجه كده هجمت في نافوخي اقدر اقولها لمعاليك؟ يا عم اخلص قول. انا ليا ناس حبايبي في القسم، ممكن يعني اروح القسم اقدر اتطقص لو في اي عوق. مش فاهم منك حاجه، عوق ازاي يا اسطى حوده؟ اقصد ان ناس حبايبي دول بيبلغونا لو في اي حمله جايه على المنطقه، فلو اي حد مثلا شايل حاجه شمال، حاطط حاجه هنا، مخبي حاجه جنب حاجه، تحت اي حاجه، يقدر يتصرف فيها قبل ما الناس دي تيجي. يعمل كده. طب بالنسبه للامين اللي اسمه زناتي ده، ماله زناتي؟ يعني كنت متخيل ساعتك هتطلع من عند لطفي عليه. لو لطفي بيقول الحقيقه يبقى زناتي هيقول نفس الكلام. طب ولو بيكذب؟ يبقى اكيد لطفي هيفهمه انه يقول برضه نفس الكلام. يعني سعادتك عايز تفهمني ان زناتي ملوش في الموضوع خالص؟ لا انا مش عايز افهمك حاجه، وانا شخصيا مش فاهم حاجه خالص. كل اللي عاوز اعمله دلوقتي ان احنا نعمل تقرير وافي عن المجموعه كلها، عن لطفي وابنه وحماد وزناتي ونشأة المحامي وسليم. سليم يبقى الحال على ما هو عليه، سليم يفضل بالنسبه لنا مجرم ولازم نجيبه. اهو يا طنط، ولا الحوجه للست سلمى بقى كده؟ ايوه كده، وانا كنت يعني هسيبها لحد ما حضرتك تحني عليها وتعملي لها اكونت على الفيسبوك. ماشي يا ستي، ربنا يهني سعيد بسعادتك. قولي لي يا فريده، يعني انا لو دخلت على الصفحه دي الناس كلها هتعرف ان سليم بريء؟ لا طبعا يا طنط، الموضوع مش بالسهوله دي، لازم الاول يبقى عندك صحاب على الصفحه بتاعتك علشان يقدروا يشوفوا اللي انت بتكتبيه. انا هجيب الصحاب دول منين؟ ما تقلقيش، انا مش هسيبك غير لما اعلمك كل حاجه. انا مش فاهمه هما لازمته ايه كل ده؟ منى وفريده شغالين على كل حاجه. حتى لو في 50 حاجه زي دي عايز اعملها انا بنفسي مش عن طريق حد، حتى لو كان انتي او فريده. عايزه الناس كلها تعرف ان سليم ابني بريء، وهتشوفي كلامي معاهم هيفرق ازاي. قولي لي يا فريده، هي الصفحه دي تدخلني على تويتر؟ لا طبعا، تويتر ده اكونت تاني خالص غير الفيسبوك، بس مفيش مشكله، انا ممكن اظبط لك الموضوع ده كمان. بس احنا علينا قوي وبقينا فيسبوك وتويتر وشغلانه كبيره يعني. والله يا ولاد، لو في كل حاجة ممكن أعملها عشان الناس كلها تعرف إن سليم ابني بريء هعملها. ويا دوبك البت ملك شدت حيلها شوية وربنا رزقني بالرؤية. يا سلام على الرؤية دي يا بيه، حتة عسل كده والله. ربنا يخليهم لك يا إبراهيم. اللي أقول لي يا سليم بيه، هو أنت لسه ليه ما اتجوزتش فريدة هانم لحد دلوقتي؟ كان زمانك عندك عيل يفرح. مؤاخذة يا سليم بيه، لموا حاجاتكم بسرعة، لازم نمشي من هنا حالا. يا جدع استرجل وبطل شغل النسوان ده، وانا الحق عليا اللي برسيك عشان لو حصل حاجه. حاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني صلاح الطوخ يجيبك يسالك مثلا. نهار اسود، يسالني في ايه؟ وليه؟ عادي يا جحش انت، وانت مش شاهد على سليم في القضيه؟ وبعدين مالك مقلق كده ليه؟ ما قلت لك انت مع زناتي يعني في السليم. احنا مش في السليم، احنا في سليم وشكلها تتربى فوق دماغنا ومش خلصانه. طب امسك دول. ايه دول؟ دول 20,000. يعني كده وصلك 25، يعني النص يابا. مرضي؟ يلا روح شايص كده وانسى القرف اللي في دماغك ده بقى، ولا اقول لك حطهم تحت المخده، او ما تلاقي نفسك قلقان كده طلعهم بص عليهم هتهدى على طول. اصل الفلوس دي علاج الفرق بيلعب في عبك ده، اسالني انا. ده برضه هيتنح.
يعني مسعد ما بلغش عندنا ولا حاجه؟ لا ما اظنش سعادتك انه خد باله من حاجه زي كده، بس الحمد لله ان ربنا جعله سبب نلحق البلوه دي قبل ما تحصل. يعني انت متاكد انهم نازلين يفتشوا الليله دي يا استحوده؟ ايه بتسال السؤال ده ابو خليل؟ اسلم بيه، في حمله هتنزل المنطقه قرب الفجر وهتفتش بيت بيت ومش هتسيب خرم ابره غير لما تفتش جواه. بيقولوا سعادتك ان في شويه عيال ارهابيين مستخبيين في المنطقه وشكل الموضوع كده، في قنابل ومتفجرات وحزمه ناسفه وبلاوي زرقاء. نهار اسود ومنيل ب 60 ليله. بقول لك يا اسلم بيه، احنا نسلم نفسنا حراميه بكرامتنا. يا ابني اهدى بقى، اهدى عشان نشوف هنعمل ايه. ما تقلقش سعادتك، انا مأمن مكان بعون الله هنروح مع بعض فيه، وانا هبقى مطمن عليكم على سركم. بس يلا بينا بسرعه. يلا 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 بينا. نسيت الكلسون يا عم معتني. يلا طلعت اخطبوط كبير يا استحوده بقى واحنا مش عارفين. يا عم ما انت ربنا كرمك بام العيال، ام حمزه ست طيبه وتستاهل كل خير. لازمته ايه بقى الكلام الفاضي؟ والله يا ابو خليل انا كنت اخطبوط زمان، لكن دلوقتي الاخطبوط ولا ديناصور حتى. انا راجل غلبان وماشي جنب الحيط. غلبان وماشي جنب الحيط؟ امال مين اللي احنا رايحين عندها دي يا عم الاخطبوط يا اللي غلبان وماشي جنب الحيط؟ حنان. شايف يقول حنان ازاي يا بيه؟ ده احنا هربانين مع راغب علامه واحنا مش عارفين. عارف ابو خليل، حنان دي الحته الحلوه اللي في حياتي، الحته اللي بتدق هنا وبس. القصه اللي بيني وبين حنان دي زي بتاعت افلام السيما كده، زي حسن ونعيمه مثلا. طب وما اتجوزتهاش ليه يا اسطى؟ اصل زمان ابو خليل انا كان شطرك ابني وكنت ماشي في سكه الشمال، حنان دي بقى كانت جدعه وزي السيف وما تحبش الحال المايل. قالت لي لو انا عايز اتجوزها ابعد عن سكه الشمال. انا بيني وبينك كنت فاكرها انها بتهرج وبتقول اي كلام، يعني مالو دماغ يعني. فضلت مكمل في سكه الشمال، سابتني واتجوزت غيري وقعدت معايا هنا. ما الحمد لله بنت حلال وربنا كرمها يعني ونجدها. عارف ايه اللي حصل بعدين؟ انا اتجوزتها ايام وخلفت منها، وعرفت ان جوزها سافر ليبيا، قعد 3 سنين هناك واتقطعت اخباره وناس بتقول ان هو مات. بقيت من وقت للتاني كده بشقر على حنان وبطمن عليها هي وبناتها. بس تاخدها انت تستاهل كل خير. وهي ست طيبة، ربنا يعينك بقى وتبقى توبة نصوحة كده على طول. حنان دي بنت حلال مصفي، بس عندها عيب بقى، لسانها زي المبرد ودماغها كده زي السيف. نور لي كده. نور لك يا عم. نور لي عند الكوريك كده. ايوه نور نور، انزل شوية. أنا مش فاهم يا حاج، يعني أنا مال أنا ومال الحوارات دي؟ لا يا حلت أمك، ما أنا مش قاعد مستنيك لغاية دلوقتي عشان تطلع عليا الغباء واللي أنت ورثها عن أمك دي. أنت هتسمع اللي بقول لك عليه وتقول حاضر وأنت زي الكرسي اللي أنت قاعد عليه. يا حاج أنا لا ليا أنا فيس ولا إنترنت ولا الجو ده كله. بعدين عيل سيس زي ده أنا هقعد أعمل معاه إيه؟ أنت مش بس هتقعد معاه، أنت كمان هتصاحبه. أصاحب مين يا حاج؟ هتصاحب الواد اللي مش عاجبك ده. لان الواد اللي مش عاجبك ده حبيبي هو اللي هيخلصنا من الورطه المهببه اللي انت وقعتنا فيها. حاج طب بالهداوه كده، انت عايز الواد ده يلت على الانترنت على حوار الظابط انه طلب منك رشوه وكده، انا بقى مالي؟ شوف حبيبي، زي ما انا كده هتكلم عن الرشوه اللي هو طلبها مني، انت كمان هتتكلم عن ان الراجل ده كان مستقصدك من اول يوم جه في المنطقه. مستقصدني انا؟ امال انا يا اخويا؟ ما يستقصدني ليه؟
يا ابني افهم بقى، انت لازم تعمل اللي بقولك عليه ده والجزمة فوق رقبتك. الله، لازم الناس كلها تفهم ان الراجل ده مستقصدك لمية سبب. ممكن انت تختار منهم اللي انت عايزه بقى. الراجل ده غيران منك، طمعا في فلوسك، اتخانقتوا على بيت، اي حاجة يا اخي. المهم ان الناس كلها تعرف ان الراجل ده حطك في دماغه من قبل الحادثة المهببة، فاهم؟ لا يا حنون، احنا واقفين عند الباب الوراني زي ما انت قلتي. حاولي افتح لنا بسرعة. مع السلامة. هتفتح الباب. حنان تعالي يا حودة ادخلوا. يلا يلا.